نصر الدين الثاني من خواص إخواننا المعروفين، قد عرفته قديما وهو من خيرة العلماء ومن أصحاب العقيدة الطيبة وممن فرغ وقته في الحديث الشريف. فليس المقصود الألباني وليس المقصود تلاميذه، وإنما المقصود إهانة المذهب السلفي، لأنه يحمل في طياته الإهانات للسيد قطب وأمثالهم، فهذا انتقام لأهل البدع والضلال. إذا كان الألباني وابن باز وابن عثيمين علماء الأمة وقادتها وأحبارها وكبارها ورجال العلم فيها ينبذون بأنهم مرجئة، فمن بقي؟ من هو الذي بقي؟ فإن الذي عرف أصول الألباني وخبرها يظهر له شيئا. الشيء الأول أنه معنا ومع أهل السنة أئمة السنة قبلنا، الشيخ الألباني محدث هذا العصر رحمه الله، خدم السنة، هؤلاء يعني هنا وأمثالهم أبو رحيم هما، هؤلاء نقضوا العداء للشيخ ناصر. ما نقضوا العداء للشيخ ناصر إلا لأنه خالف ما لهم عليه من عقيدة، هم متصوفة أشاعرة أن يقول اللهم لا تؤاخذني بما يقول واجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون.